يعني عشان ما نتعبكش، انا ماليش في السوشيال ميديا قوي عشان تبقوا عارفين، معلش اعذروني، لكن اللي انا فهمته ان انت ممكن تنزل صوره ابنك، صورتك انت وزوجتك، صورتك انت ووالدك، انت ووالدتك على صفحتك، بس اكتب هاشتاج بكره اهلاوي، وهتتجمع الصور دي كلها عندنا وهننزلها على طول. هاشتاج بكره اهلاوي، نزل الصوره بتاعتك او بتاعت حد من عيلتك، من اسرتك، ابنك، بنتك، نزلها على طول واحنا هناخدها، بس اكتب من على صفحتك، اكتب هاشتاج بكره اهلاوي. مهم قوي، حلو قوي الحاجات ديت. طبعا احنا جمعنا صور امبارح كلها كانت معظمها على الانترنت، لكن احنا يهمنا الحاجات اللي عندكم في البيوت، الحاجات اللي انتم محتفظين بيها، الحاجات اللي انتم يعني شايلينها. في ناس بتحب الاهلي جدا 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 جدا، بس مش عارفه توصل، مش عارفه توصل او تعبر عن حبها وانتمائها ده. فبنحاول ان احنا يبقى عندنا 10 15 20 الف صوره في الشهر، وكل يوم في ملعب الاهلي ان شاء الله الرحمن هنبعت او هنعرض، هيبقى لنا جزء كده مخصص من الوقت باذن الله. بص الصرخه ديت يعني ايش فاهمها دي في السن ده غير حبها اللي جواها؟ يعني ايش فاهمها هي في السن ده انها تعمل حاجه زي كده؟ يعني الحاجات الحلوه اللي هي على الفطره، على الفطره الطبيعيه والسليمه، اللي هي ما فيهاش اي مشكله اطلاقا ولا فيها اي رياء، ده طفل عادي جدا بيعبر عن فرحته وسعادته وانتمائه وحبه واللي شايفه كمان. زي ما قلت وشرحت امبارح، عايزين بكره اهلاوي، بكره اهلاوي في كل الاتجاهات، صغير كبير، ست راجل، صغير في السن كبير في السن، ايا كان عمرك، ايا كان حالتك، يعني متجوز، خاطب، لسه في الجامعه، في المدرسه. اوكي، مش هننسى كمان الاجواء اللي في السلام. لو انت موجود في الاستلام، في حاجات، لو انت موجود في استاد السلام صور لنا انت فين بالظبط، صور لنا اللي حواليك، عيشنا معاك واحنا كمان هنعيش، هتعيشوا معانا لو انت موجود في استاد السلام من خلال الصور ديت. صور موجوده، ده استلام صور حيه على فكره. الاستاد موجود كله بالتيشيرت الاحمر، مالين الاستاد ان شاء الله الرحمن باذن الله. قبل ما يجي الماتش، لسه الماتش قدامه ساعتين، هيكون الاستاد السلام فيه عدد كبير جدا جدا، المسموح 10,000 باذن الله، يكون عدد كافي جدا ان شاء الله الرحمن، يكون عدد كويس جدا. لكن كمان ما تنسوش واجبكم، يعني شجعوا وازروا لحد السنه، لحد الثانيه الاخيره، لحد صفاره الحكم، ايا كانت نتيجه اللقاء، احداث اللقاء، مجريات اللقاء، يعني ما تشغلش بالك انت، خلي ادي الدور اللي انت جاي عشانه، الدور اللي عليك اديه كما يجب ان يكون، من الثانيه الاولى للثانيه الاخيره. لكن اللون حلو، التيشيرت حلو، الشكل حلو، المنظر حلو، كل حاجه حلوه في الاستاد، الشكل جميل جدا. وحشتونا بجد، يا رب ان شاء الله الرحمن تبقى بدايه لاستمراريه في تواجدكم في الاستاد، سواء كان في استاد السلام، وان شاء الرحمن يبقى الخطوه اللي جايه باذن الله على استاد القاهره ان شاء الرحمن. بصوا التيشيرتات الحمراء، بصوا اللون الاحمر عامل ازاي، بصوا الشكل حلو ازاي، جميل ازاي، رائع ازاي، حلو جدا. الحاجات دي مش قد، بص استاد السلام كمان، يعني اقف فين، اقف بس ثانيه، يا سلام على الجمال. دي شاشه الاستاد على فكره، يعني دي شاشه الاستاد، دي اللي ده اللي موجود على شاشه استاد السلام. ملهاش طعم من غير الجماهير، كوره ملهاش طعم من غير الجماهير. يعني تخيلوا لو الجماهير دي مش موجوده خالص، مش هتحس بالمتعه، مش هتحس بالاحساس. كل حاجه في الدنيا لها روح، حتى التاسعه موجوده في الاستاد، التاسعه موجوده في الاستاد. ومن محاسن الصدف المباراه النهارده الساعه 9، وان شاء الرحمن الاهلي في طريقه للتاسعه الاهلاويه باذن الله.